السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في موقع وقناة ماجدفوتوز.com. اليوم راح اشرح لكم الجايدد ابرايت، ميزة جديدة وجميلة اضافوها باللايت روم. خلونا نشوفها مع بعض. مثل ما احنا شايفين الصورة مثل هذه، مرات يكون المكان بالحارة يكون يعني ما في وس، يكون ضيج، فاضطر اني اصور بوايد انجل فتكون الصورة فيها ديستورشن او تشوه. عادة اروح حق الدي اللي هو الديفلوب. لاحظوا هني اضافوا لنا شيء جديد، هني عندنا لينز كوركشن. ممكن اول شيء اذا باخذ احسن شيء من الجايدد ابرايت اني اطبق الكروماتيك واسوي انابل حق اللينز كوركشن. بعدين راح اسكر اللينز كوركشن، افتح الترانسفورم. هذه الميزة الجديدة اسمها ابرايت. اوكي، شو راح استخدمها؟ الفكرة انك انت تحط خطوط وانت توضح المكان اللي فيه مشكلة. خلونا نجرب شنو كنا نسوي قبل وشنو الفرق بينها وبين الجايدد ابرايت. قبل كنت اسوي فل، فكان يحاول انه يضبط لي الامور كلها، فسوى ليها بهالطريقة. خلني اقول له كونسنترين كروب اساس يقص لي الموضوع. الاحظ الحين من فوق يبين شوي في ديستورشن ستيل في الباب. انزين، انا بسوي نسخة فيرتشوال كوبي، نسخة اضافية اللي هي كوماند مع الشغلتين. سويت النسخة اساس اني اشوف قبل وبعد الصورتين. اوكي، الحين بضغط حرف الواي اساس يعطيني النسختين يم بعض، وببدا الحين بالجايدد ابرايت. راح اضغط على الجايدد ابرايت، طبعا راح اقول الحين اوف، وراح اروح حق الجايدد ابرايت، راح اضغط على السهم. الحين شوفوا هني مثل السهم الصغير المربع، راح يقول لي اختار نقطة، فانت تختار زاوية من زوايا الباب او الدريشة او النافذة مثلا، وتمسك وتسحب لمن النقطة الثانية. ممكن تكون كما تكون دقيق كما تكون احسن. لاحظوا سويت خط اول، الحين بسوي خط ثاني مثلا من هني، باخذ من زاوية الباب. لاحظوا النقطة شلون اكيرت ودقيقة لاخر الباب تقريبا، هذه النقطة الثانية. تسوي خطين بالافق افقي وخطين بالطول. الحين انا سويت لي خطين، بسوي خطين ثانيين. الحين مثلا راح اخذ من الزاوية هني مثلا، اوكي راح اسحب لمن الزاوية هذه تقريبا، يا سلام. والحين الزاوية الاخيرة خلينا نقول من هني الى هني. اوكي، لاحظوا الحين الفرق بين البابين. هني الباب اللي على اليمين اللي هو جايدد ابرايت، الباب اللي على اليسار اللي هو الفل. لاحظوا من فوق شلون صارت افضل شوي. لاحظوا مع بعض البابين مثل ما انتم شايفين، اقدر انا اعدل شوي وش يعني شغلات بسيطة ممكن اخلي مثل ما انتم شايفين. الحين الباب هذا صار تقريبا سيدة. خلني ارجع مرة ثانية. شوفوا الباب اللي على اليسار، تلاحظون انه للحين في شوي ديستورشن مو مثل الباب اللي على اليمين. انا بعدين ممكن اقول اداة القص واقدر اقص الصورة على كيفي بهالطريقة مثلا. اوكي، خلينا نقول هني، واذا تبي الليت ما تبي الليت كيفك. ممكن تشيل هذا عن طريق السبوت ريموفل. اوكي، حرف الاتش بحركه شوي لما نصير بالضبط تقريبا نفس الشيء تقريبا. اوكي، بهالطريقة انا حاولت اني اعدل. خلينا نشوف قبل وبعد، هذا قبل هذا بعد، الباب صار وايد افضل من الفل. واخر تلميحة بالجايدد ابرايت انك انت تقدر تضغط على كوماند والت وتقدر تحرك الصورة اساس انك توزنها مرة ثانية او تقص منها شيء معين. سلامتكم. هذه ميزة الابرايت اللي حبيت اكلمكم عنها في هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك سبسكرايب تنشروا الحلقة عشان يستفيد منها غيركم. شكرا على خير.